اشتباكات في مخيم عين الحلوى جنوب لبنان بعد رفض مجموعات مسلحة تسليم متهمين باغتيال رئيس الأمن الوطني الفلسطيني. إعادة تموضع للقوات الأمريكية في النيجر كإجراء احترازي، والبنتاغون ينفي أي تهديد لجنوده هناك. أكسيوس تكشف عن اتفاق للبنية التحتية خلال قمة العشرين في نيودلهي يهدف لربط الشرق الأوسط بشبكة سكك حديدية. وحكومة أربيل تعتبر امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتها المالية انتهاكا يلحق الضرر بالإقليم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم إلى الأخبار من الحدث. نبدأ من لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بتجدد الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوى بجنوب البلاد بين حركة فتح ومجموعات مسلحة. مراسل الحدث أضاف أن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة اندلعت على محور الطوارئ داخل مخيم عين الحلوى وسط حركة نزوح كبيرة من المخيم، فيما ذكرت مصادر في اللجنة الوطنية الفلسطينية أن سبب الاشتباكات يعود لرفض مجموعات مسلحة تسليم مطلوبين باغتيال رئيس الأمن الوطني الفلسطيني العميد أبو أشرف العرموشي. وأضافت المصادر أنه كان من المفترض تسليم 8 مطلوبين في مهلة أقصاها كان يوم أمس بعد التمديد، ما استدعى التحضير لأي حدث أمني مع تأخر تسليم المطلوبين. صور شو جابك على المخيم دهون؟ تعال تعال بوابة. في السياق، دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان في بيان إلى وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوى، وذلك إفساحا للمجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم وهيئة العمل المشترك في صيدا للقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل لها من قبل هيئة العمل في لبنان. يناقش مجلس الوزراء اللبناني موازنة العام 2024 من أجل إقرارها في ظل ردود فعل غاضبة ورافضة لها، والتي منها الضرائب والرسوم المضاعفة والمستحدثة والتي لا تلحظها العدالة الضريبية ومعظمها بالدولار وليس بالعملة المحلية. ضرائب على النعوش التي تحمل جثامين قادمة إلى لبنان هو ليس عنوان فيلم أو كتاب، بل هو أحد البنود التي وضعت في موازنة العام 2024 لسلطة قررت أن تستفيد من الأموات أيضا بعد أن استنزفت الأحياء. هذا البند الذي أثار غضب اللبنانيين وسخريتهم ما لبث أن أعلن وزير المال سحبه على أن يقرر مجلس الوزراء ذلك خلال مناقشة الموازنة. فرضت عدد كبير من الضرائب الإضافية والمستحدثة، فرضت عدد كبير من الرسوم، رفعت كمان رفع إضافي لعدد كبير من الرسوم بما فيها الرسوم البلدية، بما فيها رسم جمركي ورسم سمي رسم بيئي مع أنه مألوغاية بيئية، طال حوالي 1500 سلعة. باختصار، هذه الحكومة ما تقوم به بدلا من معالجة التهرب الضريبي لجباية المزيد من الإيرادات الحكومية وتخفيف النفقات، لجأت إلى فرض ضرائب إضافية. تشريع الرشوة
من عجائب الموازنة هذه التي لاحظها الخبراء الاقتصاديون. الرسوم على تسريع المعاملات، يعني المواطن اللبناني بده يدفع رسم إضافي ليسرع معاملته يلي هو حقه أن معاملته يتم إنجازها بوقت سريع أصلاً، يعني بدلاً من أنه الدولة اللبنانية تنصف وتصلح وتعيد هيكلة القطاع العام وتزبط الرواتب وترتب أمور موظفي القطاع العام بشكل أنه ينجزوا مهام كما يلزم، راحت لأبعد من هيك وفرضت رسم على تسريع المعاملات يلي هو فينا نسميه رشوة بكل وضوح وكل صراحة. واللافت أيضا أن الجزء الأكبر من الضرائب والرسوم الجديدة فرضت بالدولار وليس بالعملة المحلية. الظاهر باللاوعي تبع الحكومة عم تقرر بأنه هذه البلاد لا تستحق أن يكون لها عملة، وبالتالي هي ما عم توثق أنه هاي البلاد لها عملة، وما عم توثق بحالة بأنه إجراءاتها ستقوي العملة، عم تلجأ للدولار. هذا أمر كتير خطير وكتير مخيف، ما صار بأي جمهورية من جمهوريات العالم. معدل التهرب الضريبي سيرتفع، الاقتصاد سينكمش، الفقر المدقع وارتفاع الأسعار وحالات الصرف التعسفي ستزيد، هي بعض انعكاسات الموازنة المرتقبة على المواطن اللبناني. ضرائب غير عادلة وانعدام في الرؤية هو وصف الخبراء الاقتصاديين لهذه الموازنة التي غابت عنها أي خطة إصلاحية تنهض بالبلاد وتعيد بعض الثقة إلى العملة اللبنانية. ناهد يوسف، الحدث، بيروت. صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون بأن البنتاغون لا يرى أي تهديدات للعسكريين الأمريكيين في النيجر، مؤكدة أن قرار نقلهم في الوقت الحالي يتم كإجراء احترازي. وقررت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق سحب عدد قليل من موظفيها غير الأساسيين من النيجر وإعادة تموضع قواتها هناك. ورفض مسؤولون أمريكيون اشترطوا عدم ذكر اسمهم، رفضوا تحديد عدد الأفراد الذين سيغادرون تفاصيل إعادة تموضع القوات الأمريكية داخل النيجر من القاعدة الجوية 101 إلى نيامي أو في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز. ويشار إلى أن 1100 جندي أمريكي يتواجدون في النيجر قبل قرار وزارة الدفاع الأمريكية الجديد. بدأت تتضح معالم الاتصالات الفرنسية الجارية مع سلطات النيجر بشأن مصير العسكريين الفرنسيين الموجودين هناك. وفي تصريحات للحدث قال الناطق باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية إنه من الطبيعي أن تكون هناك اتصالات مع السلطات الحاكمة في نيامي، موضحا أنها اتصالات تقنية فقط. تشددت فرنسا دفعة واحدة ثم تراجعت على مراحل، هذا ما عكسته مواقفها منذ الانقلاب الذي أطاح بحليفها محمد بازوم. أقر الناطق باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل بيير غوديليير في حديث للعربية بأن محادثات تجري فعلا مع العسكريين في النيجر، واعتبر ذلك أمرا طبيعيا. من الطبيعي أن تكون هناك اتصالات مع السلطات في النيجر لأن العسكريين الفرنسيين هناك موجودون في مقرات جيش النيجر، والاتصالات تجري على المستويين التقني والعملياتي. هذا ما يقال أمام الكاميرا هنا في وزارة الدفاع، وبعيدا عنها يقر مسؤولون همسا بأن عدة خيارات يدرسها العسكريون تتعلق بطبيعة الانسحاب وحجمه وما إذا كان سيحصل دفعة واحدة أو على مراحل. بعد الانقلاب الذي وقع في مالي قبل 3 سنوات نقل القسم الأكبر من العسكريين الفرنسيين هناك إلى النيجر، وبعد 6 أسابيع على الانقلاب الذي وقع في النيجر تتجه الأمور نحو نقل قسم كبير من العسكريين والمعدات الفرنسية نحو تشاد أو إلى باريس. تقهقر فرنسي تنقسم الآراء السياسية حوله هنا. تمثل الانقسام السياسي بقول زعيم أقصى اليسار جون لوك ميلانشون إن تصعيد فرنسا بشأن النيجر يشكل خطأ، فيما قال الرئيس الأسبق الاشتراكي فرانسوا أولاند إن تشدد ماكرون إزاء ما حصل في النيجر جاء متأخرا وكان يجب أن يظهر منذ الانقلاب في مالي. حسين قنيبر، الحدث، باريس.
قال القيادي في قوى الحرية والتغيير عروة الصادق إن الوضع في السودان يسير بسرعة شديدة نحو اندلاع حرب أهلية وكل عواملها متوفرة، مضيفا أن تلك العوامل تتمثل في السلاح المنفلت والظلم الاجتماعي وانفراط عقد الأمن وزيادة مستوى الفقر. وعن قرار حل قوات الدعم السريع أوضح الصادق أنه مطلب من مطالب ثورة 2018 وكان يتمنى أن يتخذ وقت السلم. وأعرب الصادق عن اعتقاده بأن حل الدعم السريع في هذا الوقت سيدفعه للاستقواء بتحالفاته المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الإجراءات الحقيقية يجب أن تشمل وقفا للنار وإنهاء العنف وجذور الأزمة وإشراك المجتمعات المحلية والإدارات القبلية الموالية للدعم السريع في هذا القرار. وأكد الصادق أن منبر جدة هو أفضل المنصات للوصول إلى حل جذري في السودان. في العراق حذر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني من أن ما وصفه بامتناع الحكومة الاتحادية في بغداد عن إرسال مستحقات الإقليم المالية يمثل انتهاكا للاتفاقات. قال برزاني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إن امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة على حد قوله. وكان مجلس وزراء إقليم كردستان حث الحكومة الاتحادية في وقت سابق على صرف الاستحقاقات المالية للإقليم وفقا للموازنة العراقية للعام الماضي، خصوصا فيما يتعلق بالرواتب الشهرية. أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس رئيس حركة النهضة بالوكالة منذر لونيسي على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. واعتقل لونيسي قبل يومين من قبل السلطات التونسية بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا له انتقد فيه قيادات بالنهضة بينها عائلة الغنوشي، وتحدث أيضا عن الفساد داخل الحركة وتلقيها أموالا من الخارج، إلا أنه نفى علاقته بالتسجيل الصوتي المسرب وبمحتواه ومضمونه. وأمرت النيابة العامة بإجراء البصمة الصوتية للتثبت من التسجيل المنسوب للونيسي وفق ما أكده محاميه في تصريح لوسائل إعلام محلية. نقلت أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن السعودية والإمارات وأمريكا والهند تأمل بالإعلان عن اتفاق كبير مشترك للبنية التحتية في قمة العشرين يربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة سكك حديدية. وقالت أكسيوس إن الشبكة المنتظر الإعلان عنها سيتم ربطها بالهند عبر الممرات الملاحية من موانئ المنطقة. إلى مصر، حيث أعلن وزير المالية محمد معيط عن تمويلات متوقعة بقيمة 1.5 مليار دولار من مؤسسات دولية خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا في السياق اعتزام بلاده إبرام صفقات في إطار برنامج الطروحات قبل نهاية العام الحالي. المدة القصيرة القادمة ممكن تكون يعني إن شاء الله في الشهر القادم في تمويلات أخرى قد تكون برضو تتعدى المليار دولار، يعني ممكن تكون يعني في حدود المليار مليار ونص من مؤسسات تمويل يعني. وده غير الطروحات، في مشروعات أو يعني في طروحات شغالين عليها برضو خلال الفترة القادمة. احنا مستهدفين اصدار سندات باندا باليوان الصيني بما يساوي 500 مليون دولار امريكي، واحنا يعني المبلغ ده يعني متضمن ضمانتين. الضمانة الاولى كانت خدناها من
بنك التنمية الأفريقي حوالي 350 مليون دولار، وضمانة من البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية حوالي 230 مليون دولار. احنا محتاجين 500 مليون دولار، فده الضمانة، وبنتوقع ان شاء الله بإذن الله تصدر الضمانة هذا الشهر، وبنتوقع ان شاء الله بإذن الله ان الإجراءات بإصدار البندة تتسارع بعد ذلك. البنك يمكن احنا من المؤسسين للبنك، بنك رأس ماله 100 مليار دولار، واحنا من الدول المؤسسة اللي عندها حصة كويسة في البنك، ويعني ايضا لينا كرسي دائم في كرسي في مجلس الإدارة حاليا، هو مش دائم، كرسي في مجلس الإدارة عن المجموعة السادسة. والبنك يعني ليه تمويلات متعددة في مصر تبلغ 1.3 مليار دولار في مشاريع مختلفة، مترو أبو قير اسكندرية، بنبان لإنتاج الكهرباء الطاقة الشمسية، وأيضا تسهيلات تمويلية لجهات متعددة في القطاع المصرفي وفي القطاع الخاص. أثارت واشنطن غضب موسكو بمساعدتها العسكرية لكييف، خصوصا تقديمها ذخائر اليورانيوم المنضب وأسلحة مضادة للدبابات، وهو ما دفع موسكو لاتهام واشنطن بعدم الإنسانية. غضبت روسيا ووجهت اتهامات لا تعد ولا تحصى إلى واشنطن، فالأخيرة نفذت وعدها وأعلنت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين تزويد كييف بذخائر من اليورانيوم المنضب وأسلحة مضادة للدبابات ومنظومات للدفاع الجوي وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار. But also, I want to stand with you to make sure that your efforts to build a strong economy and a strong democracy succeed. موسكو وصفت واشنطن بعدم الإنسانية واتهمتها بمحاولة القضاء على أجيال المستقبل، في إشارة إلى خطورة هذه الأسلحة وكأنه انتقام. موسكو تقول إن واشنطن مهووسة بإنزال الهزيمة ببلادها. لنسلط الضوء قليلاً على هذا النوع من القذائف، تم تزويدها باليورانيوم المنضب، ذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصصة لدبابات أبرامز الأمريكية، تعمل على اختراق الصفائح المدرعة بحسب خبراء الأسلحة، فإنها تخلف غباراً إشعاعياً وقد تؤدي إلى أنواع من السرطانات وتلوث البيئة. أسلحة غير اعتيادية تدخل على الخط في الحرب، قد تكون روسيا استخدمت منها قنابل عنقودية. وفي يناير الماضي اتهمتها كييف باستخدام الذخائر الحارقة المحرمة دولياً في خيرسون، وعين أوكرانيا على طائرات F-16. رفاه السعد، الحدث. تعمل القوات الأوكرانية على نشر خبراء سبرانيين على الخطوط الأمامية على جبهات المعارك بهدف مواجهة نظرائهم الروس في معركة التقنيات العالية واختراق أنظمتهم التكنولوجية. لن تكون المدافع والدبابات السلاح الوحيد في الحرب الأوكرانية، فأطراف النزاع في روسيا وأوكرانيا تلجأ إلى تكنولوجيا المعلومات بدلاً من القتال وجها لوجه. كييف التي تعاني من ترسانة عسكرية ضعيفة، عديد قوات قليل بحسب موسكو، باتت تنشر خبراء سبرانيين على الجبهات لمواجهة الروس في حرب التقنيات العالية. نستخدم أنظمة التعرف البصري للذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات وتحديد أهداف الجيش الروسي. أوكرانيا تؤكد نجاح قواتها في المزج بين مهارات قراصنة الإنترنت والقوات الخاصة لاختراق الأنظمة الروسية ومعرفة أدق التفاصيل. أصبحنا قادرين على معرفة أنواع الأسلحة التي توشك روسيا على استخدامها واتجاهها أيضاً. تقنيات على ما يبدو ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ بإمكان هذه الفرق اختراق كاميرات المراقبة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا لتصفيتها، كما تستخدم المسيرات الأوكرانية المزودة بأجهزة استشعار لتعطيل مسيرات روسيا،
وفي بعض الأحيان إرسال الأوامر لإجبار مسيرات روسيا على الهبوط. في المقابل نقلت المخابرات الروسية فرقاً إلكترونية قرب الخطوط الأمامية لتفادي اختراق قوات الجيش، وأيضاً لمحاولة الوصول إلى الأجهزة الأوكرانية بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية، حتى قبل أن يدرك الأوكرانيون أنها باتت في أيديهم. جاسم محسن، الحدث. في بريطانيا تبحث الشرطة عن جندي سابق متهم بقضايا تجسس وأخرى تتعلق بالإرهاب بعد هروبه من سجن مركزي جنوبي العاصمة لندن، وأثارت عملية الهروب إحراجا كبيرا للجهات المعنية. الهروب من سجن مركزي كهذا شديد الحراسة هو أمر نادر بالنسبة لبريطانيا، لكن دانيال خليفة المتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب هرب من هذا المكان بكل سهولة، متشبثا بأسفل مركب التوصيل في الساعات المبكرة من صباح أمس. لماذا هرب؟ وكيف لا يتم وضع أشخاص متهمين بقضايا إرهابية في سجون أشد حراسة؟ هذه هي الأسئلة التي تراود الناس هنا. من سجن وونزورث هرب دانيال خليفة الجندي السابق في الجيش البريطاني المتهم بزرع قنابل زائفة في قاعدة عسكرية وانتهاك قانون الأسرار الرسمي البريطاني. لكن الأهم أن الهارب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً لا يشكل خطراً على عامة الناس بحسب الحكومة، لكن تورطه باتهامات تتعلق بالإرهاب تسبب برفع حالة التأهب من قبل الشرطة وفي المطارات خوفاً من محاولة هروبه. لا أستطيع إعطاء الكثير من التفاصيل، عمل الشرطة جار، أتمنى أن يتفهم الناس ذلك، لكني أريد أن أطمئنهم إلى أن الجمهور هو بالطبع مسؤوليتنا القصوى، وهذا ما نركز عليه. الشيء الأكثر أهمية الآن هو أنه إذا كان لدى أي شخص أي معلومات على الإطلاق يعتقد أنها ذات صلة فيرجى الاتصال بالشرطة. السهولة التي تمكن فيها دانيال من الهروب أحرج الجهات المعنية ووضعها تحت مساءلة عن ظروف السجون في بريطانيا. إدارة السجن من جانبها سارعت في اتهام الحكومة بالمسؤولية، معتبرة أن خفض ميزانيتها خلال السنوات الماضية تسبب بإرهاق موظفيها الذي يبلغ عددهم 69 موظفاً يتحملون مسؤولية 1600 سجين. ما أن بدأت تفاصيل عملية هروب دانيال خليفة من هذا السجن تتضح حتى بدأ تراشق الاتهامات ما بين الحكومة وإدارة السجن حول من الملام في حادثة الهروب هذه، حادثة تضيف أزمة جديدة إلى لائحة الأزمات التي تواجهها الحكومة بسبب سياسة التقشف في الإنفاق على رعاية مؤسسات كهذا السجن. من لندن، عروب عبد الحق، الحدث. العلاقة بين الأمير هاري والعائلة الحاكمة في بريطانيا ما زالت متوترة، ففي الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث الثانية لا موعد للقاء الأمير المعزول مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير ويليام. عام مضى على رحيل الملكة إليزابيث، فترة تغيرت فيها عدة أشياء في المملكة. الأمير المغضوب عليه ما زال بعيدا عن عائلته. هاري بقي خارج عباءة والده بعد أن نزل من منصة العائلة الملكية ورحل إلى الولايات المتحدة للعيش رفقة زوجته. لا دعوة لدوق ودوقة ساسكس للانضمام إلى تجمع العائلة الملكية السنوي في بالمورال هذا العام. زيارة هاري لوطنه قصيرة لحضور حفل منظمة ويل تشايلد الخيرية التي يرعاها في لندن، بعدها سيتجه مباشرة إلى مدينة دوزلدورف الألمانية لحضور نهائي مباريات إنفكتوس الهادفة إلى مساعدة الجنود المصابين. وريث عرش بريطانيا ووالده ليس على استعداد لأي جدل قد يثيره الأمير المعزول من العائلة. لا لقاء سلام لتخفيف التوتر بين الملك وويليام مع هاري. دوق ساسكس لن يتوجه إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا حيث يقيم والده الملك تشارلز مع زوجته. الملك سيبقى بعيداً عن الأنظار دون أي ارتباطات رسمية أثناء ذكرى رحيل والدته. جلي أن مذكرات الأمير هاري في كتابه الاحتياطي والفيلم الوثائقي المذاع له برفقة زوجته
تركا صدعا كبيرا في العائلة الحاكمة في بريطانيا، ولا يوجد أفق حتى الآن للاجتماع من جديد. بلال البجديني، الحدث. أجمل تحية، ودائما الحدث دوت نت للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.